طبعا كل الشكر والتقدير لوزاره الشباب والرياضه على دعم تنفيذ الفعاليات دي بتتم على ارض جامعه سوهاج، وشكر وكل الشكر برضه للدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كليه الزراعه والزملاء بكليه الزراعه على استضافتهم للدوره، وعلى قيامهم بالتنظيم للمحاضرات وحضور المحاضرات. واتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا بالفعل من الدورات دي. الدورات دي فرصة ان احنا نحاول نعرض فيه المهارات المطلوبة اللي ما يقدرش نوصلها لكم اثناء العمل الدراسي من خلال المقررات والكورسات. احنا كبرنامج تعليمي لنا كريكولم معين، يعني محتوى معين ملتزمين بيه وساعات تدريس معينة، انما في مهارات بتبقى مطلوبة ان احنا يعني نبنيها فيكم، نحسنها فيكم، نعظمها فيكم. فبنحاول نستفيد من الدورات اللي بتتم دي في ان احنا نبني هذه المهارات. ويمكن ملاحظين ان احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من المراكز التدريب في الجامعه اللي بتهتم بفكره التدريب والتاهيل لسوق العمل. واتمنى انكم انتم تكونوا بتستفيدوا من هذه الدورات. يعني عندكم كان هنا كليه الزراعه كان في مركز التدريب دلوقتي موجود في الجامعه القديمه، وهيبقى في حاضره اعمال في الجامعة القديمة، عندنا حاضرة أعمال. حاضرة أعمال يعني أنت لو عندك فكرة في مشروع بس أنت لسه مش عارف تبدأ إزاي، ومش عارف تعمل إيه، ومش عارف تبدأ منين، ومش عارف مين يمولك، ومش عارف تعمل دراسة جدوى كويسة، ومش عارف تعمل دراسة سوق كويسة، تقدر من خلال حاضرة الأعمال دي الموجودة في الجامعة تعمل ده. حاضرة الأعمال تساعدك انك انت تقدر لحد ما تقف على رجليك في المشروع، تعمل دراسه جدوى، تعمل دراسه سوق، تعمل حاجه اسمها تحليل العائد المادي، العائد الاقتصادي، كل الحاجات دي اكيد درستوها في رياده الاعمال. وده اللي احنا بنتوسع فيه، محتاجين ان احنا يكون عندنا مشروعات، عندنا طلاب بعد ما يتخرجوا يقدروا يعملوا مشروعات، يقدروا يفكروا بنفسهم ولنفسهم. ان ده مطلوب. خاصة لما نتكلم عن المجال الزراعي أكيد في مشروعات كتيرة وأفكار كتيرة ممكن تتعمل في المجال الزراعي. أتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا من أساتذتكم، وإن كل واحد فيكم كده يكون عنده يعني خمرة في ذهنه فكرة مشروع يقدر يعمله هو لوحده أو مع مجموعة من أصحابه. الجامعة تقدر تساعدكم، تقدر تقف معاكم لحد ما توصلوا لدور الأمانة. يعني عندنا كذا مشروع، عندنا في طالبة اسمها هاجر بتعمل عملت مشروع عندنا بتاع التسميد السماد العضوي، وعند تاني اسمها الهرجة بتعمل تجفيف المنتجات الزراعية، في حد بيعمل قش الغراب وبيصنعه. الجامعة بتحتضن الأفكار دي لحد ما تقف على رجليها. احنا مش والهدف طبعا ان احنا مش بنقدر نجاوب، احنا هدفنا ان احنا نطلع من طلاب الجامعة من خريجين الجامعة بأكبر عدد ممكن من المشروعات ليكم انتم. مش بنعمل بيزنس، انا بنستثمر فيكم انتم، انكم انتم تقدروا تعملوا بعد كده مشروعات وتقفوا على رجلكم، وتقدروا تبقوا اصحاب اعمال بعد كده وتشغلوا عندكم. انا بشكر فعلا كل القائمين على الدوره وكل الزملاء في كليه الزراعه على مجهودهم، واتمنى تكونوا فعلا استفدتوا. ولو في يعني قبل ما توزيع الشهادات لو احنا عاوزين لو انا عاوز اعرف منكم كده استفدتوا ايه، حد كده باختصار شديد جدا يقول استفاد ايه من الدوره، يعني ايه اللي كان مفيد، ايه اللي كان مش مفيد، بحيث ان احنا لو نعمل الدوره دي تاني يعني نستفيد ونتعلم نراعي فيها ايه، ايه الحاجه الايجابيه نركز عليها في الدورات اللي جايه، والحاجات السلبيه اللي اتعملت في الدوره دي اللي ممكن نتجنبها.